مش في اوضته. دادا دادا دادا، ليه سبتيه؟ بتقولي ايه؟ اه سالته عنه في اللوكان ده؟ اه في كل مكان. طيب بلغت الاستاذ اشرف؟ انا مالي. انت مالك؟ وانت مالك ده ايه؟ انت ناوي تخلع من الموضوع؟ مستنجده بيك. ما انا كمان مش هفضل طول عمري ادور لها على راجل. اسمه اسامه، تلميذك وصاحبك. بقول ايه؟ ما تنزل تجيب لنا علبه ولا علبتين سجاير. توزعني؟ انت ليك عندي ايه يا اخي؟ حاضر. اديني فندق الأسر الكبير من فضلك. علبة ولا اتنين؟ أي حاجة يا أخي، أي حاجة. سوبر ولا عادة؟ يعني هيكون راح فين؟ أكيد راح عنده، عند الغجرية اللي أنا مرضاش أشغلها عندي تمسح البلاط. خص عليك يا أسامة. الظابط اتأخر قوي، يا ترى ايه اللي أخره؟ ادخل. اهلا وسهلا. ولو انها زيارة منفجرة. مين اللي اتصل بمديرية الأمن؟ من 5 دقايق اتصل بيا مدير الامن ولمني لاني بضيع وقتي في البحث عن اسامه. سيادته معها اسامه بالغ ومن حقه يروح اي حته هو عايزها. عارف، وعارف ان الشرطه ملهاش اي حق ان هي تدور عليه ولا تقلقه، لانه مش متهم في جريمه ولا مطلوب لاي سبب. بس انا ما كلمتش مدير الامن. أنا صحيح أعرفه يعني بحكم عملي، بس ما كلمتوش. أؤكد لك. وأنا أؤكد لك إن أنا هخالف كل أوامر. أفندم. هدور عليه. أسامة مهما كان إنسان وفي زنقة. دي مش شغلتك، لكن انت حر، دي مسؤوليتك. استاذ اشرف، مش اكرم لك برضو انك تيجي معايا؟
مهما كان برضه لازم ادور على اسامه. الاستاذ اشرف بيقول ان ده واجب. فعلا يا اشرف ده واجب مهما كانت عواطفي. ما اقدرش اسيبه، ما اقدرش يا اشرف، ما اقدرش. ما اقدرش اسيبه يا ماي. يا بنتي لا انت من توبه ولا هو من توبك. بحبه يا ماي. انت غجرية يا بنتي، وهو فندي مصراوي بيحبني، وهو مش واعي يا بنتي. لكن لما يرجع لاهله ويعالجوه الحكم هيتغير يا مي، ويرجع لطبعه. اللي هسيبه عشان يرجعه. عينك اصلا تخرج من هنا؟ وجب. خليها لحد المسار وما ياخدوا ولدهم ويسافروا بيها. صح، وما يفضل لها شلنه. شايف اوقف لها على باب العشه هو ابوه. يعني مش هيسيبوها تحصلوا؟ وده معقول؟ ده ما انت عارف سالم غرضه يتجوزها. يتجوزها؟ طب وين؟ كل فوله ولها كيان. انت؟ هي وين؟ وهو يبقى زيتنا في الدقن. هي مرسومه ومقسومه كده، انت تاخديني وسالم ياخد اسرار. لا لا، ده مش ممكن يحصل ابدا ولا هيكون. هباي عليكي. عقلتيها؟ كلمتها كتير، بس اللي في دماغها في دماغها. دماغها تنكسر. الميه تروي العطشان. ما تسقيني انا، اسجين علي بدل ما بتسجي المعزة. ما تتلمي يا واد يا فايز. اتلمي فاخرتها معاه. باي اشربي واني ما اشربش. حكومة ايه ايه فين الحكومة ايه؟ ولا هيجيب عندنا الحكومة؟ لبشتني زيس. زيس تعال هنا. فايز لا روق معايا. ساعدون ساعدون. انا رجعت لك يا زيس. هباي تبقى روحنا في داهيه. عم سلامه يا عم سلامه. عم فايا فايا سيبه سيبه انت عليهم يا فرحتي. بديعه يا ماي عم سلامه سعد الرزيع. يا لهوي، هو انت وايه اللي شبك تاني وعامل لي افندم وبيه وباشي واللي مش عاجبه اعلم بخيره يركبه. يا ماي عم سلامه سعدون. انت ايوه ايه اللي جابك؟ انا ياخدها معايا يستنى معايا. صح. شوف يا جدع انت، احنا لازم نسلمك للبالياس. ده انا اموت نفسي. سامعين؟ اموت نفسي. اروح معاه لولاد الدنيا رجلي على رجله. ايه الكلام اللي هتقوليه ده يا اسرع؟ هقول لك ايه وايه هقول لك؟ ساعدوني تعال معايا. ساعدوني.
يهرب منك وانت تبكي عليه. اسامه ما هربش مني. ارد عليك اقول لك ايه؟ اسامه مش في وعيه، مش في وعيه. ربنا يشفيه. انت بقى تستنيه سنه اتنين عشره. وشوش الودع؟ لا، توريسه بالحياة، تخطف خطفته. ايوه انا حبيتها، ايوه بحبها. الحب عمره ما كان سبب للخيانة. الحب سبب لكل حاجة في الدنيا. سيبك من كلام الشعرة والمسلي، خليك واقعي. واقعي؟ فلفل فلفل مش، ما هو كمان مش معقول واحد بيحب واحدة يقوم يجيب لها غيره. وتحبها ليه؟ ليه؟ من غير ليه؟ اللي حصل انا حبيتها. ايوه حبيتها، حبيتها، حبيتها. وهي كمان حبتني. ليه مش ليه؟ الحب زي الولادة والموت. ثلاث حاجات في الدنيا دي ما تعرف لهمش سبب. ملناش صالح بوها عاد. كيف ملناش صالح بوها عاد؟ ايوه ملناش صالح، ولا غرضك كل شويه والتانيه تتورط مع الحكومه. ما تكلموه. هما الحكومه، الحكومه، ما قلنا ما حدش يزيد سيره الحكومه. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليها. داني داني يا جماعه، كنت في التخشيبه برجف من خوف، خفت اللي عملوا لي محضر نشل وهباي علقوني ويلبوني. يعني ايه؟ الغريب ياخد اسرار؟ وهو واخدها غصبانيه، ما هي اللي رايداه. ولا ايه يا رسميه؟ ما تتكلمي. مهما كان دي بيتي يا سلامه، ولازم اطمن عليه. وهي مع الغريب؟ وانت مالك انت؟ اكده. ايوه. حاضر. سالم، سالم، يقطع سالم وسنين سالم واخرتها عاد. سالم رايح فين يا سالم؟ ادور عليها. افهم، ما بتحبكش، مش رايداك. لكن ما حدش هياخدها لاني. اوعي دي سالم. وهتسيبني لمين؟ ابعد عني. الله العظيم، ثلاثة بالله العظيم، ما في حد. يا بنت، يا بنت، ده انا مش وحش، ده انا مليح وعجبك قوي. بتحبني يا فايق؟ بحبك، ده انا بحبك، وابن عمي بحبك، وجوز خالد بحبك، واحمد وزد احمد وشاهين دقة. ايش حال هو؟ ما بيحبنيش ليه؟ هو؟ هو مين؟ سالم. يخرم بيت سالم. أنسة رندا، أنسة رندا، استني بس. نعم. أنا بقى مش هديكي بومبة زي أشرف. يعني هتدور معايا على أسامة؟ طبعًا، ده أنا ياما سلفني فلوس، حتى عمري ما ردتها له. هي أنا كمان تحت أمرك، ولو إن المسألة دي مش من اختصاصي، لكن أنا شايف إنه لكن يعني من باب الشهامة. وأنت تعرف عنها إيه؟ ايه ده يا رندا؟ انا اسف. لكن كلنا هندور على أسامة، فاهم ولا لا؟ وانا طبعا هدور معاكم، ما انا ما اقدرش اطلع من اللعبه، لازم افضل للاخر، ولو ورا اضعف امل. انت ما قلتليش هربت منهم كيف؟ نطيت بالبلكونة. يا لهوي. ولا يا سعدون. ايه انت قبل سبك كنت بتشتغل ايه؟
انت هتجنني؟ صدقيني معرفش. بس بس روق يا حبيبي، انا اللي بتاعتيه ولا ليه؟ صدقيني انا مش مخبي عليك اي حاجة، انا مش فاكر اي حاجة عشان اخبيها، وانا فعلا يا اسرار عايز اعرف. عايز تعرف؟ طب انت عارفني؟ طبعا. طب انا مين؟ انتي اسرار. لا إيزيس. برضو لا. الله، يبقى حبيبتي. أباي، وغرضك تعرفيها أكتر من جديه. أنا مش مصدقة حد، مش مصدقة حد يا دهبة، مش مصدقة حد، مش مصدقة حد. معقول يرجع لي تاني؟ افرضي حتى لقيته وجبته، مش جايز يهرب مني تاني؟ يهرب، يهرب مني انا، مني انا، مني انا. عنه حاجة أبدا. أنتوا أصل الحكاية، وأنتوا سبب في كل اللي بيحصل. أنا عايز أعرف أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ حضرتك بتضيعي وقتنا. إذا كنت عايز فلوس أنا. ضحكتيني. على إيه؟ فلوس إيه؟ أنا جوزي النهاردة متنازل عن ملايين. هنا في المعبد الغربي تحت العواميد اللي على الشمال، في حجر عليه النقش اللي انا شفته في متحف لندن. تحت الحجر ده في باب سري بيوصل لغرف الكنوز. الرسومات اهي. واحنا كمان يا فندم مستعدين نساعد مصلحه الاثار باي حاجه. انتم بكده لاول مره بتكسبوا احترامي، وتبقوا قدمتم خدمه عظيمه للعلم، متشكرين جدا. ابو انا، انا كسبت ايه؟ اسامة خسرته. اهو اهو يا عم سلامه،
ايه؟ وبعد ما تلاقيه اظن ما هتطخ عيار نار وتروح بستين دهية. ومين اللي هيشهد علي؟ ابوي ولا انت يا فايد؟ ايدي ابعد يا شيخ ابعد يا دنيلة علي عليك. السلاح يطول. احنا هنهزر يا عيل. اباي ليه كده؟ اني منعتك من قتله قبل كده، لكن يا ريتك ما طوعتني. الولد ده طول ما هو عايش يبقى احنا كلنا متني. ايه وكل دي عشان اسرار ريدة نفر غير سالم؟ عشان اسرار عتسبني. اباي عتسبني. احنا نقدر نعيش معانا. كلام ايه ده يا ابو؟ انا قلت لا. يبقى عتسبني وتعيش معاه، واذا سبتنا مين اللي هيغني في المرصح؟ هما الزباين بيجوا لمين غيرها؟ يبقى سبتها لينا خربيات. انا جعان يا قلبي. طب وهنعمل ايه؟ ولا يكون عندك فكر. انا مش قلت لك اني هانيك واجري عليك؟ على فين؟ رايح اجيب لك العش. منين؟ من المضارب عنديني. حد يقدر يقول لي لا؟ اسمع يا لبشتني. دي اسرار. انت يا مش لبيه ولا بيه؟ يعني هنسيبها تمشي؟ هنمشي على قطر رجليها وهنشوفها جايه منين. ايوه صح. ولا هنقدر نلاقي اللي عليه القصد اللي جه. وينو القطر دي؟ وينو؟ الأسرار مش هني، وما تعرفش ان احنا اللي طخينا. هباي هباي